أنا عاصف محمد. اليوم راح نعلمكم الشيتا تسوكي أو الأبركات. الضربة تستهدف فم المعدة، تستهدف الأضلاع، ممكن تلعبها على وجهه، لكن بالشارع لازم تخلي كنتو مال يدك بالخصم حتى تأذيه وتسبب الأكبر ضرر ممكن، كسر ممكن، يسوي الأراضي ممكن، يسوي الخلع. أهم شيء نسوي بالشيتا تسوكي إنه نخلي وزن جسمنا، نوظف الجاذبية بالقوة، فلازم يدك تبقى فوق وفرات الوريد تكون صحيحة. اشتغل باليسار، واحد اثنين يمين، نوجه فم المعدة، توجه فم المعدة او الاضلاع او الذقن اذا كانت بالشارع، الدفاع عن النفس.